هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم من فيديو جديد وروتين جديد. طبعا بنات، هنا انا قعدت من النوم هيجي شو ما اعرف، قعدت اشتهيت كوفي بارد، واني مو من العاده اللي اشرب كوفي بارد الصبح، يعني دائما احب اشربه بالليل او العصر هيك وقت، بس ما اعرف اليوم قعدت شتكش مشتهيته، ما ادري كنت عطشانه من الحار ولا ما ادري. المهم سويت لي هيجي كوب مرتب وشربته، ومن بعدها سويت بنات، سويت ريق الابني ريقته، وبعدها جيت دا اسوي الغداء. شنو بنات، هنا انا حمست الشعريه، انا احب شي الشعريه تكون كل شيء هواي بالتمن، وهنا انا سويت تشريب احمر مال دجاج. من بعدها بنات هنا انا سويت كريب، لانه زوجي كان كلش مشتهي كريب، وانا شنو سويت كريب، وهنا كان عندي برتقال همينه عصرت، وصار عندنا عصريه كلش حلوه. بعد بنات الفيديو اليوم ما عبارة عن اكل، خلي هسه اقول لكم اياها من البدايه. يعني اليوم كان يعني هاي يعني بهذا الفيديو صورت اكثر شيء اكل، شغلات بسيطه، يعني ما صدفت انه انظف او فتش، يعني ما صورت هاي الاشياء. المهم بنات، هذا اكو ترند شفته مال البوتيتا المقرمشه، فشنو قلت لازم اجربه، يعني كلش احب البوتيتا المقرمشه. فشنو بنات، سلقتها وبعدها لازم تحطوها يعني بالطاولة، يعني مو بالطاولة عفو، بالفرن، تحطون عليها شوية زيت وملح وفلفل أسود. بس شنو بنات، بصراحة راد نار كلش عالية، أنا من النوع اللي طباخ ماتي النار مو كلش كلش عالية مال يعني الفرن، طباخها عادي متوسطة بس مو كلش عالية، وبنفس الوقت أنا شلون يعني ما ردتها تحترق كلش، فدخلتها بالفرن. وبعدها بنات جيت اسوي هاي الاكله، كلش اني احب هاي مال الفول. هاي بنات تعتبر هم صحيه وهمينه مفيده كلش، وتعطيكم شبع وبنفس الوقت طاقه. هاي الاكله اللي هي حمست بصل بالبدايه وثرمت الطماطه، انتو يعني براحتكم تقدرون الطماطه تثرموها كلش ناعم، تسووها شرائح، بعد براحتكم، انا سويت هيك يعني متوسطه. وشنو بعد بنات، من بعدها هنا مال الملح لقيتها فارغه، فشنو حاولت، انا عندي ذني حاطه بيه الملح، اذا تشوفون اللي حاطن عليه الكاونتر، بس انا احب استخدم هاي الفخاره، هاي الفخاره انا مشتريتهم حاطتهم هنا، حاطه واحده بيها فلفل وواحده حاطه بيها ملح. هنا انا حطيت الملح على مود شنو يقول لكم، من تحطون ملح على الطماطه تذبل بسرعه هي والبصل. وعندنا هاي قطيه الفول، اجيت اني تشوكليتها مردتها، وخدت شوية من المي اللي موجود بعلبة الفول، يعني راح احتاج شوية من عنده، ولا تقولوا لي مواد حافظة وما اعرف شنو. المهم هنا انا ورا ما درخته حطيته فوق الطماطة والبصل، وراح ابلش هيجي كل تسوية، راح اخلطه، ومن بعدها راح اضيف عليه ليمون وشوية كمون، اهم شي بنات الكمون بهاي الاكلة، هيك يعطيها طعم كلش طيب. فانا كلش احب هالفول، يعني احب اكله بهاي الطريقه، والطريقه الثانيه مال الراشي كلش احبها، من يصير راشي يعني ينحمس وبعدين ينحط عليه راشي وليمون، هم يطلع كلش طيب. هنا بعد هم حطيت صدق كيس من الشطه، هذا الشطه اللي تجي ويا الاندومي، حطيت من عندها كيس حتى تصير شوي بحروره طيب. بنات انا طبعا الكمون احبه بالفول، واحبه بالمرقه مال البوتيتا، خب مرقه البوتيتا من يعني تكون المرقه مال البوتيتا المي بيها مو كلش هواجي قليل، تحطون عليها كمون والصوص مال الطماطه تطلع لكم المرقه كلش طيبه. هسه في اليوم اريد اجربها وياكم، يعني هاي الاكله اللي اني اصلا اعشقها اللي هي البوتيتا، ويصير وياها معدنوس وشي المي مال البوتيتا يصير شلون الصوص ثقيل يعني مو خفيف. المهم هنا انا بعدين همينه عندي هذا الرمان، جبنا هذا الرمان وطلع الرمان بصراحه كلش حامض، احنا بالعاده ما نحب الرمان حامض، نحبه حلو. فشنو قلت اني، الرمان كان كلش هواي بنات، يعني تخيلوا فلست صارت السطله مليانه لي عينها، فسويت فرسته بعلب صغار وضميته بالفريزر، قلت يفيدني يعني احطه ويا الزلاطه، يعني لان الزلاطه لازم حامضه، فقلت احتاجه ويا الزلاطه، او اذا هاي اسوي عصير احط وياه شكر، او هاي همينه زوجي كلش يحب الرمانيه. بس شنو بنات، يحب يعني يحب الرم العفو اللبن اكثر من الرمان، يعني مو الرمان اكثر من
من اللبن. فمثل ما تشوفون أنا حطيت هاي الكاسة أم 500 مال سفن، حطيتها كليتها وحطيت هاي الكمية الرمان اللي شفتوها. وما أحكي لكم العشاء كان كلش كلش طيب، والبوتيتي همين بعد أطيب. بنات البوتيتي طبعا هي وقشرها، وانتم تاكلوها تغمسوها باللبن وتاكلوها. هنا أنا بنات بعد ما كملت أني العشاء، لازم واحد يسوي تنظيفة الليل اللي هي غسلت المواعين كالعادة، مسحت، مشمشت، هاي الأمور على مود واحد ينام أو يقعد ثاني يوم كل شي ما عنده. وإحنا بنات ثاني يوم رحنا البيت عيالي، فشنو قلت خلي شوي اصور لكم. ما اعرف بنات انت تدرون بي، قلت لكم استحي يعني اصور بيت عيالي دائما، فش مرات اخذ لقطات كلش بسيطه بس حتى اذكرها لكم بالفيديو. وبعدين هنا بنات جد اشوفكم صبغ اظافري اللي كلش صايره احبه. ما اعرف بنات شو هذا الصيف كلش حابه اللون البرتقالي، ما ادري حسيته صدق هو لون صيفي وكلش حلو اذا بالملابس او صبغ اظافر او اي شيء. هنا من بعدها بنات قمت اني على مود اسوي قهوة. هواي بنات تجيني رسائل على الخاص مال الانستغرام، شقد تطلع يعني تحطين كمية القهوة على مود تطلع لنا القهوة مو كلش خفيفة وبها الوجه مالتها واضح ومرتبة. شوفوا بنات اني شوفوا هسه شلون صارت، اني دائما القهوة تحب تهدير وعلى نار تحطون ناصية تخوطون بها على كيفكم حتى البن كليته يذوب وبعدين علوها، تفهمون شلون؟ والكمية مالتها يعني كل فنجان حطوا خاشوقة مال كوب وشوية قهوة وشكر حسب انتو الرغبة مالتكم، طلع لكم القهوة تجنن بس عادلها مو سرعة يعني شي على كيفكم. هنا بنات بعدين صورت حماتي كان تسوي لنا عشاء، تعشينا والحمد لله. وبعدين بنات هنا عندي فيديوهات حبيت اضيفها لكم، لاني ما شاركتكم الطلعه مالتنا والزوراء، فشنو حبيت احط لكم شغلات بسيطه اني كنت مصورتها بسفرتنا للزوراء وحبيت احطها لكم. كانت اجواء كلش كلش حلوه وتجنن، والجو همنا بصراحه كان حلو يعني الساعه تقريبا 5:30 الجو كلش حلو. فهنا كنا مسوين دولمه وبرياني اختي جابت وخالو كان همنا ويانا، صدق كانت الطلعه تجنن. قول سمك لا 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 تنقلب، قول سمك هاي هم في هم لا هاي، قول سمك هاي، قول فش يوسف هاي هم هم بابا علي، قول فش 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 سمك هاي هاي الفترة بنات صايرة كلش احب السمك، يعني عندي استعداد عادي يومي اكل سمك عادي، لان ما ادري شو صايرة كلش كلش احبه. هنا انا سويت التمن الاحمر وطرشي وسهمكم الف عافية. ولهنا بنات احب ان ياكم الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس، احبكم كلش هواية، باي باي.